احنا كاطباء بياطرة القطاع العام ولا القطاع الخاص، العمل ديالنا اليومي هو التأطير في تنقطعوا الضيعات الفلاحيه، انتاج الابقار، انتاج الحليب، اللحوم، الاغنام. دابا حنا في هذه المناسبه ديال العيد الكبير، على بعد ايام من العيد الكبير، دونك تنقوموا بواحد الدور اللي تنقوموا به يوميا منذ البدايه، ان باش نوصلوا لهذه المرحله يكون عندنا قطيع ديال الاغنام ديال العيد. راه تنبداو من التوالد ديال النعجه والتربيه ديالها والتلقيحات اللي تياخذوا الخفان تيكونوا صغار تيوليو بهذا الشكل هذا للعيد. دونك تنقوموا بالتأطير الفلاحين ديالنا، ماشي دور فقط ديال التلقيحات والتداوي، ولكن تدور ديال التأطير من ناحيه النوعيه ديال الاعلاف اللي خاصو يعطي، من النوعيه ديال كيفاش يتهلا فيهم الماء الشعوب، وكذا العمل ديالنا اليومي. بالمناسبه العيد وداك المشاكل اللي كانت وقعت في 2017 ديال خضار اللحوم، ديال خضار اللحوم، من داك الوقت بدينا تنقوموا بسلاسل توعيه وبواحد مع الاطباء البياطره ديال المكتب الوطني للسلامه الصحيه، تنقوموا بواحد العمليات. العمليه الاولى اللي تنقوموا بها هي عمليه ديال التسجيل ديال الضيعات. مثلا دابا هاد السيد تنتواجدوا عندنا هنا، راه مسجل في المكتب الوطني للسلامه الصحيه بانه تيدير الخفان ديال العيد. دونك هذه اول نقطه. ثاني نقطه، تيجيو عنده المصالح ديال البيطاريه باش يديروا ليه تقييم. هذيك داك الحلقه اللي تتبان لكم صفا، هذيك حلقه ديال العيد فيها النجمه ديال المملكه المغربيه وعيد الاضحى، فيها واحد رقم تسلسلي. هذيك تبين بان هذا السيد هذا بان الضيعه ديالو تنعرفوا مولاها شكون، وبانه معاقب. ما تتقولش بان داك الحولي غيكون مزيان، ولكن لو وقع لا قدر الله وقع شي مشكل، بداك رقم التسلسلي اللي كاين في الودن تندخلوا لاباز دوني، تنعرفوا بان داك الحولي كان مربي عند السيد الفلان فلاني بالدوار الفلان فلاني بلاكارت ناسيونال الفلان فلانيه. ماتريكول بحال ماتريكول ديال الطوموبيل بالفعل. دونك داك الساعه وقع شي مشكل في هذيك العائله، وقع على شي مشكل وجاونا بزاف الشكايات عند داك الكساب، تنعرفوا بان كان عنده شي مشكل ديال الغش ولا ديال شي مشكل في التربيه، تنجيو ليه. دونك هذيك هي الدور ديال داك الحلقه الصفا. دونك من هذا المنبر ديالكم تنشكركم على الزياره ديالكم. اول حاجه تنقوموا بها نحاولوا نقولوها للمواطنين هي اولا يشري الكبش ديالو العيد ديالو اللي حامل هذيك العلامه الصفا ديال الطنقه، ومن يشري عند السيد بحال هكا شرا عند السيد هنا في الضيعه معروف ومعروف الدار ديالو كذا، لا شرا من اسواق النموذجيه اللي كاينين دابا ولا من اسواق اخرين اسبوعيه، يحاول يعرف السيد اللي باع ليه. يعني السيد اللي عرفوا يبيع عليه تيكونوا معروفين، ولا تيعطي داك التوصيل ديال العيد، داك التوصيل تيدي واحد التوصيل تيعطيوه الناس، يكون عارف السيد باش وقع شي مشكل لا قدر الله وقع شي مشكل نعرفوا باش نرجعوا للمراقبه نرجعوا ليه. دونك زياده على هذا، زياده تقمنا بواحد التلقيحات في هذا العام ديال 2020 ضد المرض الجدري ومرض الطاعون ديال المشتقات، قمنا به في المملكه المغربيه كامله، قاموا به اطباء الخواص في العقده التشاركيه اللي عندهم مع المكتب الوطني للسلامه الصحيه. تنراقبوا مع هاد الاخوان ديالنا جميع الادويه بحال دابا في هاد المده هذه، مده شهر قبل العيد ما تبقاوش نعطيو شي دواء للخوف باش على حسب الادويه، ولكن غالبا شهر كاين اللي تبقى حتى لثلاثه السيمانات باش ما يكونش رواسب ديال الادويه في اللحم. لهذا حنا تناكدوا على ان الكسابه خاصهم يكونوا يقتربوا من الاطباء البياطره ديالهم، لانهم اللي غيعرفوا هاد النصائح اللي ينصحوهم، لانه ولا استعمل هو الدواء ديالو بوحدو ولا عن طريق شي واحد اللي ماشي طبيب بيطري ماشي مختص، ما غاديش يعرف ينصحوا بان هذاك الدواء تيبقى ثلاثه السيمانات ولا اربعه في اللحم، ويمكن المواطن ياكل ذاك الدواء فيه رواسب. دونك تم هذا الشيء تناقبوا الاعلاف، حتى هي نوعيه الاعلاف تكون اعلاف معروفه مع الشركات ولا الاعلاف البلديه ديال الضا والشمندا والفول وداك الشيء. الماء يكون حتى هو نقي، يكون موجود بوفره، انتم تشوفوه، انتم تسجلوا هنا تشوفوا، تيكون الماء، تيكون التبن، العلف ديالو منطقه نقيه، ما تكونش ريحه مزموته، ما تكونش، ما ندخلوش ونحسوا بداك ريحه الخفان بزاف، لان داك الشيء الخوف مرضو لعينيه والانف ديالو. دونك هادو دونك الاطباء البياطره ديال المكتب الوطني للسلامه الصحيه مع الاطباء الخواص تنحاولوا نحاربوا جميع الطرق اللي تقد يقوم بها شي واحد باش يغش المواطنين. كما تنعرفوا حنا هذا